احمد، بطوله مهمه وبطوله صعبه، لكن قدرتوا رجاله قدرتوا تقفلوا على نفسكم الفتره اللي فاتت. حابب تقول للعيبه وحابب تقول للجمهور النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. الاول بنحمد ربنا الحمد لله على البطوله الغاليه دي، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لكل اللعيبه، ومبروك للجهاز الفني، ومبروك لكل ما هو اهلاوي. الحمد لله كانت بطوله مهمه طبعا بالنسبه لنا، ان شاء الله قبل افريقيا نقدر ان شاء الله ان احنا ندخل على ماتش الوداد باذن الله بتركيز بهدوء، وربنا ان شاء الله يوفقنا باذن الله في الماتشين. فرحه كبيره ورساله للمؤمن زكريا، لان الدوري ده فعلا لمؤمن زكريا. عايز اقول طبعا ده ان شاء الله ده دوري مؤمن زكريا، ودوري محمود متولي، ودوري كل الناس المصابه، وان شاء الله بتمنى لهم، واحنا كلنا كلاعيبه بنتمنى ان هم باذن الله يرجعوا لنا تاني في اقرب وقت. والحمد لله يعني ببارك طبعا تاني لجمهور النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين.